لك حيوان، ما تعطينا معلومات خطأ ولا حيوان. والله يا سيدي بطلت، ما عاد اعرف هالشغله. لك ليش تاخذ مصاري لك مغولي؟ والله يا سيدي هي غلطه، وانا ما ادري بوقف هذا اهل حارتي. وينك؟ اعطيتوني مصاري وهذا عبيتوني وحدات، شو بدك انا بجيب لك اياهم هذول المصاري والوحدات؟ اما ما عاد اخذ انا اولاد الحاره. لك ما خليناك تشتغل معنا ولا؟ سيدي من تحت الضرب اشتغلت معكم، نزلتوني هذا وينك تحت على النظارة ونزلتوا فيني ضرب. ما بدك تشتغل يعني؟ لا سيدي. شكله محكمة ميدانية. يلا يلا.